فآله وأصحابه ومن اقتدى واهتدى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. نسأل الله عز وجل بكرمه وجوده وسعة رحمته أن يرحم هذه الأم رحمة الأبرار، وأن يسكنها الله الجنة دار الأخيار، وأن يرفع درجتها، وأن يعلي منزلتها في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله أن يخلف على أهلها وعلى ذويهم بخير، وأن يجبرهم بجبره، وأن لا يفتنهم بعدها، وأن لا يحرمهم من أجرها، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها، وأن يجمع كلمة اليمنيين، كل اليمنيين أجمعين على الخير، والمسلمين أجمعين فوق كل أرض وتحت كل سماء. ونسأله بكرمه وجوده أن من أرادنا وأراد بلادنا بخير يوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو مكروه أن يكفيناه بما شاء وكيف ما شاء، إنه على كل شيء قدير. ونسأله بكرمه وجوده وسعة رحمته أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وما وهبه وأعطاه لنا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا في أنفسنا أو فيما هو لنا أو فيما ينبغي أن يكون لنا، وأن يفل حده، وأن يهد عزمه، وأن يرد كيده في نحره وسهامه في صدره، وأن يكفيناه بما شاء وكيف ما شاء، إنه على كل شيء قدير. إخواني وأحبابي وآبائي، الموت ليس منه مفر. قال الله: أينما تكونوا يدرككم ليش؟ الموت. وعندنا في حكمة الحكماء القدامى يقولون: يا شارد من الموت، يا ملاقي السعيد، السعيد من استعد للقاء الله عز وجل وتجهز للموت يجيه مستعد. لما نسمع في قصص الأولين الذين من قبلنا، واحد في سكرات الموت ويجون أهله إليه وكرباه، قال: أنا مستعد لهذه اللحظة، والله منذ 40 سنة ما رأيت ظهر مصلي. ايش معنى الكلام هذا؟ صلى في الصف الأول، جاهز مستعد. نسمع في خطابات الأولين: والله لو نادى المنادي أن القيامة قد قامت الآن ما أزدت في عملي شيء، جاهز 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 جاهز. بلال العبد الحبشي الذي عرف حقيقة هذه الحياة وما تعلق بها، وما تعلق بمناصبها، ولا تعلق بأحسابها ولا بأنسابها، بل تعلق بالحياة الحقيقية، يقول الله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بإيش؟ جهنم، 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 جهنم التي تعرف المجرمين. قال الله: يعرف المجرمين بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. جهنم، جهنم، جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يشق العقل الإنسان الشغل الصحيح، لكن في الوقت غير الصحيح. روح روح روح. الموت، 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 الموت ليس منه مفر، ما منه مفر. العاقل والسعيد من استعد وتجهز للموت، هادم اللذات، مفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات. يجيك الموت، يجيك الموت. قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت هو ليش؟ الموت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ما تنفعه، يقول: يا ليتني قدمت لآخرتي. كذا ولا لا؟ حياة هنا، إذا معك شوية فلوس
وفكر تبني فلة إيه. هناك هناك أقبل رجل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله وسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بسبعين ناقة كلها مخطومة وين؟ في الجنة. جنة الجنة. السعيد هو الذي يستعد للقاء الله ولا يضيع، خلي الدنيا تلعب عليه. يروى مرة من المرات أن ثلاثة أشخاص اتفقوا على أن يرتحلوا إلى منطقة من المناطق، وما شاء الله جمعوا لهم شوية فلوس وسافروا إلى منطقة سياحية وأرادوا يباتون في فندق، إلا هذا الفندق إلا هذا إلا هذا، ما وجدوا. في الأخير وجدوا فندق برج عبارة عن 75 طابق أو دور، لكن هذا الدور هذه ما فيش سكن فيها، ما بالله فوق فوق 75 غرفة في السطح. فوافقوا وما فيش طريق إلى هذه الغرفة إلا عن طريق الأسانسير أو الليفت أو الدرج، ودائما الأسانسير يفتح من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 مساء. إذا جاء الشخص في خلال هذه 12 ساعة دخل، لكن إذا تأخر الله يعينه على الدرج. وما شاء الله منضبطين وما شاء الله يجون ويطلعون عن طريق الأسانسير. مرة من المرات تأخروا، جاءوا الساعة 8:05 مساء وجدوا الأسانسير قد أقلق، حاولوا إلا توسطوا ما بش، طلعوا مع الدرج. فتفق الثلاثة هؤلاء على تمضية الوقت، كل واحد عليه يمضي الوقت 25 دور. وما شاء الله بدأ الأول يجيب نكت يجيب حكايات يجيب قصص، وما شاء الله جزعت 25 الدور دون أي تعب ولا شعروه. صلى الله على النبي عليه الصلاة، رحم الله أمنا هذه رحمة الأبرار، وأسكنها الله الجنة دار الأخيار، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل ما هي فيه خير مما فات عليها. ونسأله بكرمه وجوده أن يجبر أولادها وآل طريق جميعا ومراد جميعا والمسلمين أجمعين، إنه على كل خير، إنه على كل شيء قدير. جاء دور الثاني من 25 إلى 50، وما شاء الله يخلط بين المسؤوليات، مرة جد ومرة مزاح، مرة جد ومرة مزاح، يلا وصلوا للخمسين ما شاء الله، لكن متعبين حالتهم حالة. من 50 إلى 75 جاء دور الثالث، خلوها على الله، هم وغم وشكا وبكا، ما صدقوا انهم وصلوا عند باب الغرفه. لما وصلوا عند باب الغرفه قال باقي معي حاجه واحده، قالوا احنا صبرنا عليك 25 خارجنا الله يخارج، قال باقي حاجه واحده، قالوا وشي وشي، قال نسيت المفتاح تحت، نسي المفتاح تحت. انتم تضحكون، لكن تاتي لحظه من اللحظات يموت الشخص، يبقى المفتاح اللي ينقذه في داخل قبره. قال رب ارجعون، ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما أعطي لي في هذه الحياة. أعطي لك مال، إيش صلحت به؟ أعطي لك نسب، إيش سويت به؟ أعطيت لك أرض، صلحت فيها؟ أعطيت لك رتبة، سيت فيها؟ أعطي لك حتى قلم، سويت؟ أما اليوم بعض الناس مع واتساب أو فيسبوك وخلوها على الله، على الله. يقول بعض الأوقات كلمة واحدة يجي موازينة من الأعمال الصالحة كجبال تهامة، الله، ويفرح إنه من أهل الجنة وقده رايح. فإذا القرماء يجون من كل مكان، إلى عند من؟ إلى عند القاضي؟ لا لا لا. إلى عند الحاكم؟ لا لا، ساكت. يغالطون، يأتي إلى الله، 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 يدعون الله في الذي قدمته فيهم من ظلم أو اعتداء
التقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة من كرب الدنيا على أخوه المسلم في هذه الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. يجي واحد لعند ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل أخوه المسلم في موقف يحب أخوه المسلم، إن أخوه ينصره، إن أخوه سانده، إن أخوه أيده، إن أخوه يدافع عليه، إن أخوه ينتبه له، إن أخوه خارجه، من خذل أخوه المسلم في هذه الدنيا في موقف يحب أخوه المسلم أن أخوه المسلم ينصره فيه إلا خذله الله يوم القيامة. هل بالله حافظنا على بعضنا البعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من أهل مكة وخرجوه وطردوه وضيقوا عليه وهو مروح إلى المدينة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أدبه الله ورباه ورفع من قدره وأعلى من شانه، فأنزل الله إليه صورة يوسف كاملة لتربيه وتعلمه كيف يكون موقفه في هذه الحياة، فإذا نزل في قبره يحصل أعماله الصالحة، يعطيها الله الخير ويعطيها الله البركة. ويوسف عليه السلام بهذلوا إخوانه وربعه وقبائله، هذه الأيام لما يأتي المصلح في حلحلة المشاكل القبلية خلوها على الله، ما حد يقدره ولا حد يحترمه، يجي يزقل بصمادته، يجي يجلس عند الناس: أنا طالب منكم اعطونا من التي تؤلف وتقارب بين الناس من الليالي والأيام اللي تكمل 6 أشهر أو سنة، والأفضل والأحسن هو العفو. فلما تعفو يجي يوم القيامة بعد سكرات الموت يقول الله سبحانه وتعالى: من كان أجره علي فليقف. وخلوها على الله ذاك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثلكم في الأمم السابقة إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. لكن ذاك اليوم تميز الإنسان أخلاقياته وسلوكياته التي ترفع قدره عند الله في وقت الموازين. لما الإنسان يقدم الخير يعطي من الليالي والأيام يعطيها الله، حتى نتقارب، حتى نتآلف، حتى نتزاور. واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، صنديد من صناديد الحق دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس رضي الله تعالى عنه ابتلاه الله بالمرض و3 أيام وهو على فراشه ما حد جاي يزوره، قال لزوجته: يا زوجتي ليش ما حد جاني؟ ليه ما حد جاني؟ قالت: يا قيس يا قيس يا قيس يا قيس بن سعد، أنت صاحب يد طويلة، ولا واحد من ربعك ولا واحد من أصحابك إلا وهو متدين منك، لا حق عندك، يستحون يجون لعندك ولا شيء معهم في إيداتهم. مستحيل مستحيل. لما كانت الأخلاق والقيم في أعلى درجاتها كان في خيرات وفي بركات كثيرة. ثم نادى قيس رضي الله تعالى عن المنادي أن ينادي بأعلى صوته أن من عنده مال لقيس أو في ذمته شيء لقيس أنه طلب عفو لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الراوي: فما لم يأتي مغيب الشمس إلا وقد انكسرت العتبة حق قيس رضي الله تعالى عنه من كثر الزوار. اليوم يا إخواني ينبغي أن نستعد للقاء الله، لكن لابد نعمل من الأعمال الصالحة التي تعطينا الخير وتعطينا البركة.
أمنا هذه رحم الله رحمة الأبرار وأسكنها الله الجنة دار الأخيار في أيام الجوع، أيام الجوع والناس حالتهم حالة، واليوم نحن في أيام جوع لكن على أخلاقياتنا حلم. الواحد ما همه إلا ما دخر إلى جيبه، ولا همه من حلال ولا من حرام. الحلال عندنا ما حل في اليد، والحرام ما لم تصل إليه اليد. أمنا هذه كما يقول أولادها في أيام الجوع، وهي تدور للناس تعطي للناس وتبشر بالخير في داخل قبرها. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. حن في وجهك يا ربي، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أمنا هذه الأم الصائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أمنا هذه الصابرة رحمها الله رحمة الأبرار، ابتلاها الله بالأمراض الداخلية من سرطانات ومن جلطة، فصبرت واحتسبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: اللي مات في أرض المعركة. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف منهم المبطون. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار: المبطون اللي أصابه مرض باطني داخلي، فهنيئا لها الشهادة رحمها الله رحمة الأبرار. لكن إخواني وأحبابي، ينبغي أن نستعد للقاء الله حتى يعطينا الله الخير. والله سبحانه وتعالى يقول آيتين، واحدها نرددها واحدها نغفل عنها. يقول الله: لا يكلف الله نفسا، وباقي آية ثانية يقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا ما آتاها. وكل واحد ينظر بأي شيء يتقرب إلى الله: التاجر بتجارته، الشيخ بمشيخته، العسكري بعسكريته، المصلح الاجتماعي بإصلاحه، المدرس بتدريسه، الابن باحترامه لأبيه، الأب باحترامه لأولاده، الجار باهتمامه بجيرانه، الإعلامي بالإتيان بالأخبار التي فيها الخير وفيها البركة. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف يقول: فتحت بصرة، فتحت كسرة، فتحت صنعة، ليعطي المعنوية للناس. يتريث في أخباره، كل واحد يراجع نفسه ماذا أعطاها الله فيستعد للقاء الله. أمنا هذه رحم الله رحمة الأبرار، لن ينفعها لا أولادها ولا أموالها، ولن ينفعها إلا عملها الصالح. قال الله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. نسأل عز وجل بكرمه وجوده وسعة رحمته أن يرحم أمنا هذه رحمة الأبرار، وأن يسكنها الله الجنة دار الأخيار، أن يرفع قدرها وأن يعلي منزلتها في الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله أن ينير عليها قبرها وأن يرفع منزلتها، إنه على كل شيء قدير، وأن يجازيها بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. ونسأله بكرمه وجوده أن يخلف على أهلها وعلى ذويهم بخير، وأن يبارك في أولادها وفي أخوتهم وألفتهم ومودتهم، وأن يجبر أهلها أجمعين، إنه على كل شيء قدير. ونسأله بكرمه وجوده وسعة رحمته أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وما وهبه وأعطاه لنا، وأن يجعله الوارث منا. ونسأله بعزه وجبروته وعظمته وكبريائه أن يجعل ثأرنا على من ظلمنا في أنفسنا أو فيما هو لنا أو فيما ينبغي أن يكون لنا. ونسأله أن يفل حده وأن يهد عزمه وأن يكسر جبره وأن يرد كيده في نحره وسهامه في صدره،
كائنا من كان، إنه على كل شيء قدير. ونسأل نجمع كلمة اليمنيين، كل اليمنيين أجمعين على الخير، وأن يحقن دماءهم وندفع عنهم الحروب والكروب والخطوب والغلا والوباء. ونسأله بكرمه وجوده أن من أرادنا وأراد بلادنا بخير أن يوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو مكروه، ظاهرين أو باطنين أو متلونين، نسأل أن يفل حدهم وأن يهد عزمهم وأن يكسر جبرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وسهامهم في صدورهم. ونسأله بكرمه وجوده أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في كل الجبهات والثقور والميادين، وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يلم شعثهم وأن يرتب وينظم صفوفهم وأن يهيئ لهم القيادة الرشيدة الصادقة المخلصة المستشعرة التي تأخذهم بأيديهم إلى النصر وإلى التمكين. ونسأله أن ينصر من ينصرهم وأن يخذل من يخذلهم أو يتآمر عليهم أو يكيد بهم. ونسأله بكرمه وجوده أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يطيق أسرانا وأن يرحم موتانا وأن يكون لإخوان المستضعفين والنازحين والمهجرين فوق كل أرض وتحت كل سماء. ونسأله بكرمه وجوده أن يغيثنا بقوثه وأن يرحمنا برحمته ولا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بما فعله السفهاء منا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.